والآن إلى فقرة ريفرش مع الزميل نعيم برجاوي. مساء الخير نعيم. مساء النور. مساء النور رامز، كيفك؟ ماشي الحال. شو في أخبار؟ وين هالغيبة؟ غيبة منيحة. شو في أخبار؟ اليوم الأبرز طبعا معروف إنه الحروب هلا كلها على يعني عم تعتمد على التكنولوجيا الجديدة، خصوصا تكنولوجيا المسيرات، ومعروف إنه يعني بتركيا في مسيرة أكنجي بعدهم عم بيطوروا فيها وتوصلوا لجيل ثالث منها نستعرضه سوا، وأيضا في مسابقة بالمملكة العربية. مسيرة بيرقدار اللي هي بيرقدار صنعت أكنجي 1، أكنجي 2، أكنجي 3. اليوم أكنجي 3 نجحت، طبعا هي عملت فرق بحرب أذربيجان، وأيضا كمان كانت تستخدم بالحرب الأوكرانية. هذا الشيء اللي كنت عم بقرأ عنه، قصة اليوم الجامعات قديش الأتراك آخر عقدين فتحوا المجال بالدراسة، يعني الدراسة العسكرية والجامعات. صحيح. وهذه كانت نتيجتها يعني تطور الصناعات العسكرية. طبعا هني على طريق أنه الاكتفاء الذاتي بهالموضوع، وبالفعل واصلين يبدو على هالمرحلة. تفضل. أعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية نجاح المسيرة الهجومية أكنجي سي في أول اختبار طيران لها. المسيرة المطورة محليا تعد من الإصدار الثالث لسلسلة مسيرات بيرقدار أكنجي، وتتميز بأعلى قدرة قتالية في فئتها. وسبق أن دخلت مسيرتها أكنجي إي وبي الهجوميتين مخزن السلاح في الجيش التركي وفي جيوش عدد من الدول الأخرى. أطلقت وكالة الفضاء السعودية مسابقة تستهدف المدارس على مستوى العالم العربي بعنوان الفضاء مداك، وتهدف المسابقة إلى إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة، وتستهدف الطلبة من الفئة العمرية بين 6 إلى 18 سنة، وتشتمل على 3 مسارات هي الفنون والنبات والهندسة. وستشرف على المسابقة رائدة الفضاء السعودية ريانا برناوي، التي أجرت عدد من التجارب على متن محطة الفضاء الدولية. استعرضت شركة تسلا في مقطع جديد مرحلة الروبوت أوبتيموس الذي يجري تطويره منذ عام 2022، ولم تحدد الشركة جدولا زمنيا لإنتاج الروبوت بشكل تجاري، لكن يرجح أن يكون ما بين 3 إلى 5 سنوات، والغرض منه الاستخدامات المنزلية مثل قص العشب في الحديقة وشراء الأغراض وحمل البضائع وربما رعاية كبار السن. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام ريفرش. عندنا روبوت مثل يعمل نشط 11.5، هذا حقه 20 ألف دولار على فكرة، يعني وفير إذا بتجيبه بتستبدل الموظف. شو عم ترجع؟ بمشي الحال، عم نروج. استبدال الموظف. بس ما في يقرأ أخبار، ما بيقدر. أوكي، منيح. شكرا لك نعيم.